وترجع تاني خطوطك للخلف وتتمركز جيد في مساحاتك، تعمل رقابة جيدة، تعمل استحواذ سلبي. الاستحواذ السلبي اللي هو ايه؟ استحواذ بنقل الكرة بعدد كبير من المرات، يبقى ده استنزاف للوقت. لأن في استحواذ سلبي، في استحواذ إيجابي. الإيجابي اللي أنا بعمل استحواذ عشان أشوف ثغرة أدخل منها، لكن أنت مش عايز ثغرة، أنت عايز الوقت يمر، وبالتالي فأنت محتاج للعيب زي قفشة يكون مركز لاعب، يدهاني أديها له، يدها لي أديها له، يعملها للباك رايت، أخدها للباك ليفت، تستنزف الوقت، وبالتالي الفريق اللي قدامك أصلاً كان مستسلم. الاتحاد ما كانش بيهاجم بشراسه بعد الهدف، ما تشعرش ان هو عايز يتعادل حتى، ولكن وجدك انك انت بتهاجم بعدد كبير جدا من اللاعبين. المساحات في الملعب كانت واسعه، وبالتالي تمكن من عدد بسيط من اللاعبين في الوصول الى منطقه الخطر ثم التسجيل. فدي يعني استراتيجيه كان لابد ان كولر ياخد باله منها، وهو دايما بيعملها على فكره، بيقفل الملعب اخر 7-8 دقائق، النهارده ما قفلوش.